الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يهد الافا مهتدى مذل فلن تجد اولا مرشدا. وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الى السنن، اعذروني على التأخير. باب تقصير الصلاة في السفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نسخة الأزبات صاحب المصنف، رواه الجماعة للترمذي. قال: حدثنا شريك القاضي، فيه ضعف في حفظه واشتد ضعفه لما استلم القضاء. جزاكم الله خير. عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه الكوفة من ثقات الأزبات. عليكم السلام وبركاته. عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه عن عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان. تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: قد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة صدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. عليكم السلام كاتب زول. وأيضا قال عبد الله: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل ما كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وكلها كما قلنا الكلام على قصر في الصلاة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: افترض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وهذه الأحاديث بجملتها تدل على إجماع أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، الظهر والعصر والعشاء. نعم. فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، وهذا في سفره آمنا غير خائف. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم مسافرا. وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولذلك عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنا قد أمنا. قال: صدقة صدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. مسألة القصر في السفر كما قلنا بالإجماع، إجماع على مشروعيتها، وأيضا اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في السفر بحال من الأحوال، لكن اختلفوا في حكم الصلاة في السفر، هل يجب القصر أم هو مستحب؟ فذهب أبو حنيفة
وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذهب الظاهرية أيضا إلى القول بوجوب القصر في السفر، القول بوجوب القصر في السفر، وخالف ذلك الجمهور، فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون بأنه على استحباب رخصة، أن القصر رخصة وليس واجبا. ومن قال بالوجوب أدلته من أقوى ما تكون. أولا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في صلاة في سفر قط، ما أتم صلاة في سفر قط. ديمومة قصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكان بيانا للواجب فخرج بيان الواجب، فما خرج بيان الواجب فهو واجب. واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأنه قال صلاة السفر ركعتين والجمعة ركعتين والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد، يعني واجب. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال افترض الله جل في علاه الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وورد عن عائشة بن عمر رضي الله عنه وارضاه بأن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، والمعنى أنها بقيت على وجوبها، بقيت على وجوبها ركعتين. نعم، والذي زيد فيه هو الحضر. واستدل الجمهور بأدلة على الاستحباب، يعني بأدلة منها وعموم الآية. ظاهر الآية في قوله فليس عليكم جناح، نفي الجناح دلالة على الرخصة ودلالة على عدم الوجوب. دل أيضا بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تبريرا لعمر عندما قال قد أمنا يا رسول الله، قال صدقت صدق الله بها عليكم، فالصدقة الصدقة فيها دلالة على الرخصة قبولها أو تركها. وأيضا استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها اعتمرت مع رسول الله فأفطر هو صلى الله عليه وسلم وأصامت هي وقصر الصلاة وأتمت هي. هذا الحديث ضعيف جدا لم يصح. فقال لها أحسنت، وهذا يعتبر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني رواه الدرقني والبياقي، وقال بياقي إسناد صحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، كان يقصر ويتم ويفطر ويصوم. والحق أنه ما ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة قط. وقد أجاب الذين قالوا بالوجوب على هذه الأدلة بأن القول الله تعالى فليس عليكم جناح لا ينافي الوجوب، لأن الله تعالى أنزل قال إن السفر المرة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعائشة حتى قالت لعروة قالت أن السعي واجب، أن السعي واجب، ولو لم يكن واجبا لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، مع التعبير بنفي الجناح. نعم. وأما ما استدل به القوم أيضا بحديث عمر بن الخطاب أنه قال صدق صدق بها عليكم، فإن أمر الحديث فاقبلوا صدقته، اقبلوا صدقته دلالة على الوجوب، وأيضا الصدقة قد تكون من الصدقات الواجبة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يتم وأقصر، أو كان يقصر وأتم، وكان يفطر وأصوم فيقرني، هذا حديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء هذه أحاديث موضوعة وليس صحيحة. وحديث أنها أتمت حديث موضوع كما قلنا، وقال بعض العلماء باطل أن يقال بأن أم المؤمنين تخالف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتخالف جميع الأصحاب وهم يقصرون أمامها وفي كل الصفرات لا يتم، طيب وبعد ذلك تقول أنها قال أنها أتمت، بل هي التي قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر. يبقى لنا إشكال واحد حتى نقول بالوجوب، هو إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهما في السفر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القصر في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقصر في الصلاة في السفر ولا يتم. آمين آمين، الله ثبتنا في الحق. وكان كذلك الصحابة الكرام، وثبت أن عائشة وعثمان رضي الله عنهما كان يتمان في السفر. قال بعض العلم بأن عائشة كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر، فأخذت هي لنفسها بالعزيمة وأتمت. وأما عثمان فتأويل عثمان في ذلك هو أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، يعني كان يرى القصر بمن جد به السير، أو لأنه اشترى بيتا بمكة فرأى نفسه مقيما فأتم. وقال بعضهم بأن عائشة أتمت على أن نبيها كان يأخذ بالأيسر، ما خير من أمان اختار أيسرهما، وهي أرادت لنفسها العزيمة فلذلك أتمت. وأما عثمان كما قلنا في التوجيهين في هذا الباب. عروة سأل عائشة لما الإتمام وقد تعلمين بأن النبي كان يقصر؟ قالت إنه لا يشق عليها. هو الحق أن نقول كل أدلة من قال بوجوب القصر ظاهرة باهرة قاهرة قوية جدا جدا جدا، لكن يوقفني القول بالوجوب شيء واحد فقط، ألا وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يتم. ولما سئل عن ذلك قال سنة نبيكم سنة نبيكم، قال سنة نبيكم سنة نبيكم. هذه التي أوقفتني أن أقول بوجوب القصر في الصلاة، لأنه لو كان واجبا لأتى به قصرا، سواء صلى خلف الإمام أو صلى منفردا، لكنه لما صلى خلف الإمام أتم ائتماما بالإمام، دل ذلك على أنها ليست واجبة، دل ذلك على أنها ليست واجبة. وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إن اختار أيسرهما لم يكن إثمها. ولذلك قصر عثمان بن عفان، لا أتم عثمان بن عفان وأتمت عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أعدل الأقوال. ولولا كما قلت حديث ابن عباس أنه قال سنة نبيكم لقلت بوجوب القصر في السفر، فقول الجمهور هنا أستروح به على أن ابن عباس قال إن صلى المسافر خلف المتم المقيم يتم، فلما سألوه عن ذلك قال سنة نبيكم. الفوائد المستنبطة: قول صاحب حجة ما لم يخالف سنة، هذا قول عمر. مفهوم المخالفة حجة، ما لم يأتي ما هو أقوى منه فيبطلوا. قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، قالوا قد أمنا. يبقى إذن هذه دلالة على أن الصحابة يعملون بالمفهوم، فالنبي أقره لكنه قال صدقت صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.